مستمعي إذاعة الحياة FM، مرحبا بكم في برنامجكم الحياة في المتحف. سنواصل هذه الحلقة كذلك في متحفنا، متحف الوطني للفنون الإسلامية برقادة. سنكتشف هذا اليوم قطعة جديدة من القطع الأثرية في هذا المتحف الرائع. كما اكتشفتوه في الحلقات الأخرى، اكتشفنا القطعة الأولى ثم القطعة الثانية ثم القطعة الثالثة، وسنكتشف هذا اليوم هذه القطعة التي سيحكي حكايتها أستاذنا الجميل سي زهير الشهيبي. فتابعونا في هذه الحلقة. أستاذ سي زهير الشهيبي، اليوم وعدتنا باش نشوفوا قطعة جديدة من القطع الأثرية الموجودة في متحفنا، هذا المتحف الوطني للفنون الإسلامية. فهمت أن قطعتنا اليوم مش تكون قطعة خزفية، شنو هي القطعة هذه وشنو حكايتها؟ فعلا اليوم تقديمنا إلى قطعة خزفية متمثلة في جرة من الخزف، وجدت في مدينة رقادة في الموقع الأثري رقادة أثناء الحفريات. هالجرة هذه ما هيش مثل مثيلاتها كما الجرار الأخرى. احنا نعرف في الخزف المشترك وأنه شلقاه أنواع متعددة من الجرار، ولكن الجرة هذه جرة نادرة وما كيفهاش. من هنا أخذت قيمتها التاريخية اللي هي تعبر على الحقبة التاريخية واللي تعود للفترة الأغلبية. الجرة هذه أول ما تشوفها تبهد، تتسأل، تقول شنو الفرق منها نشوفه فيه. إيه فعلا الجرة هذه مكتوبة فيها كتابة، فيها إشارات كتابية من في العنق وفي البدن مرلوتها. شو المكتوب؟ الأستاذ لطفي عبد الجواد المحافظ السابق للمتحف وباحث في اختصاص النقاش توصل باش يقرأنا هالنصوص هذه. النص هذا هو عبارة على آيات قرآنية من صور مختلفة، والنص هذه هو نص قرآني، ولكن إخذاء كل آية يأخذها من سورة، وهذا عادي على المجدود. ولكن الملفت للانتباه هو كون عنق الزجاجة، عنق الجرة فيها كتيبة. كتيبة هي عبارة عن طلاس، نجمة، كتابات غير مفهومة، ولنا ارتبطت بكونه بالصحة، ولكن لنا الترافع وأنه التناقض هذا ما بين الآيات القرآنية وأعمال سحرية هو اللي خلانا نتسائل. وهذه تفكت الشفرة بتاعها بالصدفة، شنية حكايتها الجرة هذه؟ الجرة هذه فعلا بالصدفة هي زائر للمتحف في وقت من الأوقات، زائر المتحف من جنسية سورية من الشام. اش قال؟ كل من شافها قال واحد حكينا هكا شويه عبر التسائل، والتسائل نتاعو كان راهو عندنا احنا غادي في سوريا يتشبه لها فعلا، مش جرة ولكن كيس، اش اسمه؟ يسموه طاسة الرعبة. كي حكينا شويه لشنو يستعملوه، قال راهو يستعمل هذا العبد كي يبدا خايف وقع في خوف وخوف كبير، شي يعملون يعطيوه يشرب من الطاسة هذيك. وفعلا كي نربطوا الحكايات مع بعضهم، الجرة هذه هي جرة، والجرة فيها حمل الماء والكتابات هذوما، واحنا نعرف وقت التعاويذ اللي كانت تعمل الواحد. وهذا هنا نكتشف وأنه هالجرة هذه عاشت في معتها الحقبة نتاعها في ناس كانت تعمل الحواجة، ولكن هي نادرة لحد الآن ما لقيناش كيفها، لا في الحفريات لا في القروان ولا في تونس ولا في العالم تقريبا، ما فهمناش هذي. وهذا من هنا خذت القيمة هذه نتاعها. والجرة هذه القطعة هذه ما عندهاش شهرة كبيرة كما نتاع بقية القطاع كما نقولوا الرق الأزرق وإلا مصحف الحاضنة وإلا مشكات المعز.
ولكن واليوم حابين نسلطوا عليها الضوء. وديما دعوتنا للزائرين ولا باش يجيو يشوفوها على بلاصتها، على بلاصتها في خزانتها اللي موجوده فيها اليوم، اللي هي في قاعه الخزف والبلاط في المتحف الوطني للفنون الاسلاميه رقم. شكرا استاذ زهير على تقديم لهذه القطعه النادره جميلا، هذه قطعه حتى في وصفها كان وصفا جميل. وبصدق هذه الجره تعتبر جرة معالجة، معناها ثيرابي، جرة معالجة، معناها نعالجوا بها الافوبي وزيزويت. وتأخذ قيمتها أن نلقطها في حفرية رقادة. قد صارت من حفريات في رقادة؟ صارت تقريبا في الستينات، صارت تقريبا حفرية على مستوى الطريقة الوطنية رقم 2، وتعاودت في السبعينات، حفريات السبعينات اللي حفر الفسقية في والقصور الأغلبية، وثم حفرية أخرى صارت في 2006 آخر حفرية تقريبا لفرن آجر بمدينة بالموقع الأثري رقادة. إن شاء الله إن شاء الله تصير حفريات أخرى، وإن شاء الله نكتشفوا، ولا ما فماش حفريات أخرى، فما نجم نعمل حفريات أخرى في رقادة، فما إمكانية ولا ما فماش إمكانية؟ كله مرتبط بتكاليف المادية، ولكن رقادة اليوم هي تعتبر أرض عذراء، موجودة الموقع موجود وفي القطاع الأثرية تحت الأرض وفي مأمن، حاليا في مأمن، وإن شاء الله معتها تجي الفرص لحفريات للانطلاق في حفريات تبرز وتكشف مخزون هالمدينة هذه وعلاقتها بمن وصلت إلى رتبة عاصمة. ولكن الأهم من الحفر هو الحفر بعد الحفر، وهو الأهم وليزمنا نفكروا فيه قبل ما نبدأ نحفر. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله صار يصير حفريات اخرى، وان شاء الله نعيد الحياه لاشياء كرتون زيت مردومه تحت القاعه، نعاود نخرجها وشوفوها صغار، نشوفونا ناس، نشوفوا ناس كانت تعمل في يوم من الايام. هذه الجره الجميله بتلاميذها وبكتابتها القرانيه يمكن في يوم من الايام، ولما لا نجد مثل هذه الجره في متجر المتحف رقاده، لبروتوتيب موجودين هنا في هذا المتحف. كل ما واحد يزور المتحف يروح بجرة ذكرى لهذا المتحف. وهذه الجرة كما شفتها انها جرة برامو، جرة معالجة، جار ثيرابيوتيك، ان جار تعالج الخوف، تعالج بالرهاب. لما لا يمكن انتاج مثل هذه الجرة ونقديوها في القروان وتتباع في اسواق القيروان، جرة لمعالجة الرهاب، لما لا، وتدخل في العجلة الاقتصادية تاع البلاد، والناس يرواها ويفرحوا بها ونجموا يشريوها يحطها في ديارها ويزينوا بها في ديارها، وكما نجم يشربوا منها شربة وتداويها، كما نشربوا شربة في بروتة باش نرجع البروتة، نجم نشربوا شربة من الجرة هذه باش تعالجنا من الخوف، لما لا. شكرا لمستمعينا حياة اف ام، شكرا لكم على متابعتكم لهذه الحلقة ولهذه القطعة الأثرية الجميلة. أنا نسميها اليوم قطعة ثيرابي، معناها الجرة المعالجة للافوبي. فإلى حلقة قادمة وإلى قطعة أثرية أخرى في متحفنا هذا، متحف الفنون الإسلامية برقادة.